بشكر يعني بشكر دكتور امير في المره اللي كنا بنعمل معايا جدا البحث، بشكر دكتور احمد فجاه دكتور احمد حسان اللي هم عندهم النهارده، بشكر بابا وماما جدا اللي هم بيعملوا معايا قوي، وناس كتير من صحابي بيعملوا معايا جدا. يعني هخش في الموضوع على طول. المشكله بتاعت المخلفات، هو الصوت واضح؟ بليون طن في السنة، ده بإحصائية سنة 2012. بيتعمل ريسايكلينج، بيروح المقالب الزبالة ما بيتعملش ريسايكلينج لأكتر من 40% منه، ودي نسبة عالية جدا مقارنة بباقي الحاجات اللي بتحصل المخلفات التانية. يعني الكومبوستنج مثلا النسبة بتاعته ما بتعديش 20%. طيب هي ايه مشكلة اصلا ان المخلفات تروح المقالب او انها تتدفن في المدافن الصحية؟ الانبعاثات الارض لما بيدخل فيها المخلفات بتحصل مشكلة جامدة جدا بسبب الانبعاثات اللي بتحصل بسبب تحلل المخلفات دي بالذات العضو منها. ف20% بس من غاز الميثان اللي بيعمل انبعاثات مضرة للأرض بيطلع بس من الويست لاند فيل، و40% بيطلع من المخلفات العضوية اللي بتطلع من المزارع. الدول النامية بتزيد فيها المشكلة دي بشكل أكبر، لأن هما مش يعني زي عندنا مش بيبقى عندهم اختيارات كتيرة إن هما يعيدوا تدوير المخلفات بطريقة صحية. فمن أعلى النسب في الأوبن داون اللي هو المقلب المفتوح للزبالة 47%، سوري يعني الرقم مش واضح، 47% في افريقيا بس من الزباله بيروح يترمي في الاوبن داون. المشكله الاساسيه بتاعت الموضوع ده ان الموارد بتاعتنا او المنتجات اللي احنا بنستعملها ما بتتصممش على انها يتعاد تدويرها، وده سببه اللينير ايكونومي كونسبت اللي هو ان احنا بناخد المنتجات من المزارع ونمشيها في خط مستقيم تروح المصنع او تروح للناس على طول ياكلوا منها وتترمي في المقالب. ما عندناش ما فيش خطط ثابته مستمره للمصانع والتصنيع ان هم يقدروا يعملوا اعاده تدوير. المشكله في مصر طبعا الحاجات اللي فاتت دي عندنا كلها، بس المشكله الاساسيه كمان ابتدت في مصر بعد سنه 2000 لما ابتدت الحكومات والجهات المسؤوله ان هم يغيروا طريقه جمع المخلفات ويتفقوا مع شركات اجنبيه ويحطوا صناديق في الشارع. فابتدت الزباله تنزل في الشارع، ودي مش من الثقافه بتاعتنا خالص ان احنا نقدر ناخد كيس زباله وننزل نرميه في الشارع. ابتدت تحصل مشاكل دي وابتدى يزيد النفاسين ان هم ناس بتحاول تلاقي رزق على الموضوع ده. كمان بالمقارنه بالدول بتاعت البحر المتوسط، مصر فيها 85% من المخلفات بيروح في الاوبن داون مقارنه بباقي الدول نسبه يعني واضحه جدا اقل من 10% او 20% بس هو اللي بتعمله كومبوستنج اللي هو الاخضر، الكومبوستنج اللي هو تحويل المخلفات العضويه لسمات عضويه. المشكله كمان في مصر هو كميه المخلفات اللي بتعملها اعاده تدوير من المخلفات اللي ما بتعملهاش اعاده تدوير. لكن القطاعات اللي هي غير رسميه زي الزبالين والمناطق دي اكثر ناس بيعرفوا يعملوا اعاده تدوير المخلفات العضويه. فالنسب واضحه، يعني الجزء الاولاني ده الزبالين اللي في القاهره والجيزه اللي بيقدروا يعني يلموا القاهره والجيزه، وبعد كده من المناطق اللي هي الاربن، وبعد كده من المناطق اللي ليها علاقه بالايام. فنسبه كبيره جدا بيعرفوا يعيدوا اعاده تدوير 92% من المخلفات العضويه اللي بيجمعوها في الزبالين. 9% بس بينفع يتعمل اعاده تدوير ليها من الطرق الرسميه في جمع المخلفات، و 88% ما بتعملهاش اعاده تدوير. الفرضيه بتاعت البحث بتتكلم على انه لو اتعمل اعاده تدوير للمخلفات العضويه في المناطق السكنيه في المناطق اللي بيتم انتاج المخلفات فيها هنقلل اكتر من 50% من المخلفات البلديه اللي بيتم انتاجها او بيتم جمعها. الهدف بتاع البحث هو ان احنا نعلي كفاءه طرق جمع المخلفات او اداره المخلفات، وان احنا ننتج مورد بيئي زي العنوان بتاع البحث بيقول من المخلفات دي
مثلا ان احنا نشوف مدى امكانيه اعاده تدوير المخلفات دي اون سايت، وحاجه اخيره ان احنا نعلي الوعي بالفكره بتاعت الليترشر ريفيو. اليو ان والامم المتحده اللي هو اليو ان والاتحاد الاوروبي ابتدوا يفكروا في حلول للقصص دي ويحطوا كونسبت تحل المشكله. فاول حاجه فكروا فيها حاجه اسمها ويست هيراركي. الويست هيراركي دايم على الفكره بتاعت ال 3 ار او ال 4 ار. ال 3 ار او ال 4 ار هما فكره يابانيه بتعتمد على الخطوات دي في انها تقلل. اول حاجه ان احنا نعمل بريدكتنا اصلا المشكله. تاني حاجه ان احنا نعمل ريديوس نقلل المخلفات اللي ممكن تطلع، وبعد كده نعيد استخدامها، وبعدين نعيد تدويرها، ونعمل وممكن نستخدم الباقي اللي هو ولا ينفع اعاده استخدامه ولا اعاده تدويره، ان احنا نعمل له ريكفرنج بطرق مختلفه وننتج منه طاقه. وبالتالي الكميه اللي هيتعملها اللي هيبقى يمكن التخلص منها قليله جدا. ودي فكره بتقوم على تحويل اللينير ايكونومي اللي احنا شفناه في الاول اللي هو الاقتصاد الخطي للسيركلر ايكونومي. السيركلر ايكونومي انقسم لاثنين، الجزء ليه علاقه بالتصنيع والمواد المصنعه، وجزء ليه علاقه بالمواد الطبيعيه او الاورجانيك الحيويه اللي بتبقى موجوده في المزارع. بناء على الويست هيراركي بقى في حاجه اسمها اورجانيك ويست هيراركي. الاورجانيك ويست هيراركي في كذا كونسبت للاورجانيك ويست هيراركي. بيبتدي بان احنا نقلل المخلفات اللي تطلع من البيوت اصلا، اللي بيطلع من الهدف من الطعام يروح للناس اللي مش بتعرف ان مش عندها اكل، وبعد كده اللي بقى منه يروح للحيوانات زي الطيور والخنازير وخلافه، وبعد كده يتعمل ريزيدنشال كومبوستنج وسمول سكيل ديسنترلايزد كومبوستنج. بعد كده سنترلايزد كومبوستنج اللي هو بيتعمل في المصانع. ففي توصيه مهمه لانه يحصل موضوع الكومبوستنج في البيوت قبل ما يروح المصانع، لانه ده بيسبب مشاكل. يعني المصانع نفسها تجمع المخلفات الرضويه في مكان واحد عشان تعمل لها اعاده تدوير، ده بيسبب مشكله جامده جدا يعني في المناطق اللي حواليها. طيب الناس اللي عملت اعاده تدوير الكومبوستنج، من اوائل الناس اللي كانت رائده في الموضوع ده واحد اسمه ألبرت مول. ده كان عالم في الزراعه العضويه. هو اول واحد ابتدى يشجع فكره ان الكومبوستنج ان السماد العضوي بدل ما بيتعمل في الاراضي الزراعيه بشكل مفتوح، لان هو يبتدي يتحط جوه صناديق ويتعمل له اعاده تدوير او يتحلل جوه الصناديق. وكان اول كومبوستر ظهر في التاريخ كان اللي هو نيوزيلاند بوكس. ده كان اول واحد يبقى جايد للناس انها تعمل كومبوستنج ان كونتينرز. تاني واحد اسمه جيروم رودل. ده ابتدى يحط كتاب بقى فيه كل الجايدز اللي ممكن يتعمل بيها كومبوستنج في كونتينرز، بحيث ان يبقى سهل على الناس ان هم يعملوا الحكايه دي. اللي على الشمال ده اسمه تيمبرال كومبوستر. ده بيتحط فيه الكومبوستر وبيتقلب بطريقه معينه. والناحيه الثانيه ده الصندوق اللي ممكن يتعمل فيه كومبوستنج بالورمز، ان هي بتاكل وبتحلل الاكل. طيب في حد جرب ان احنا نعمل كومبوستنج على روف توب جاردنز؟ في ناس جربت ده. واول مشروع كان يعني من اوائل المشاريع اللي كانت بدات في الموضوع ده سنه 76. مشروع كان في مونتريال. خدوا صفحه بتاع مركز ثقافي كوميونيتي سنتر اللي هو مركز اجتماعي يعني، وعملوا فيه روف توب جاردنز وحطوا في البلان جزء مهم جدا للكومبوستنج. وابتدوا يستخدموا كمان مش بس يعملوا كومبوستنج، ان هم يعيدوا تدوير الخشب بتاع لانه ساعتها ما كانش البلاستيك منتشر قوي، يعيدوا تدوير الخشب بتاع الصناديق وكده في ان هم يزرعوا. تاني مشروع في 2008 دي مشاريع اللي حاولت اجيب منها بلانات يعني ما تبقاش بس جايد. برضه كان في كندا في مونتريال. ده كان كتاب بقى معمول فيه الجايد لو احنا هنعمل زونينج للجرين فود ويست ممكن تبقى عندنا. فبرضه ذكروا فيه الجزء بتاع الكومبوستنج ده بشكل مهم. طيب في مصر حاولنا نعرف الناس بتعمل اعاده تدوير المخلفات العضويه ازاي. طبعا الزبانيل زي ما قلنا الزبانيل كانت من
لكن ما للأسف ما كملتش قوي، لأنه مش كل الناس كانت متعاونة، مش كل الجهات كانت متعاونة مع بعض. بعد كده بقى في قالوا طيب احنا هنشجع الناس ان هم يبيعوا المخلفات العضوية، المخلفات اللي هي الصلبة ونشتريها منهم وكده نحل المشكلة. ده سبب مشكلة أكبر جدا، لأنه بقى العضوي السباب مش عايز ياخدوه لأنه مش هيعرف يبيع. هو كان بياخد السوليد بيعرف يستخدم منه، والأورجانيك ما بيعرفش يعمل بيه حاجة بعدها في الخنازير، وبالتالي ده سبب مشكلة وما حاولوش يحلوا برضه مشكلة الأورجانيك. في إن جي أوز اشتغلت على الموضوع ده، منهم جرين زون وباي جاز بيبل، حاولوا يعملوا باي جاز على الأسطح بتاعت البيوت، وحاولوا إن هم يعملوا صناديق جاهزة تتباع يتعمل فيها كومبوستنج، لكن الفكرة ما استمرتش. بس هاني الفترة ده هو اللي علمني أعمل كومبوستنج إزاي، فأنا يعني بهديله برضه جزء في البحث. عين البيئة من الـ NGOs اللي بتشتغل على الموضوع ده، وقرروا إن هم يعملوا حاجة اسمها طفطف عين البيئة. طفطف ده عين البيئة المجرد بتاعت كوتسيكا، لو محدش يعرفها يعني المهم إن أنتوا تعرفوه. بيعملوا بيحاولوا يجمعوا المخلفات بطريقة مقصورة، بيودوا أكياس للناس لونها أخضر وأزرق، الأخضر يحطوا فيه أورجانيك والأزرق يحطوا فيه السوليد، ويجمعوه منهم يبيعوا السوليد والأورجانيك يودوه للمصانع بتاعت الصناعة. وكمان بيعرفوا يصنعوا اللي هو زي التوبر كومبوستر بس حجم كبير. حاولت أنزل أسأل الناس، طيب الناس اللي بتعمل روف توب جاردنز هل بيجربوا ان هم يعملوا اورجانيك ريسايكلينج اورجانيك ويست؟ فيعني سالت كذا حد من الان جي اوز فقالوا لا، وناس كمان اشتكت انه اشكارت البيتنس كانوا بيجيبوه عشان يزرعوا على الاسطح كان سعرها 60 جنيه بقى سعرها 300 جنيه، وبالتالي في مشاريع كتير وقفت بسبب الموضوع ده. فهل الكومبوستنج ممكن يبقى بديل للبيتنس؟ طيب الميثودولوجي بتاعت البحث، احنا اخترنا كيس ستادي ميثودولوجي وزمبابيك ميثود. المنطقة اللي اخترناها شبرا، ليه شبرا؟ علشان 47% من المخلفات بينتج في القاهرة الكبرى. شمال القاهرة هي أعلى منطقة بيتعمل، أعلى منطقة بتصرف عليها اقتصاديا في جمع المخلفات. واخر حاجه ان هي اكسسبل بالنسبه للباحث يعني. كمان في حاجه مهمه كنت عايزه اقولها برضو، انه الكثافه السكانيه العاليه ده بيخلي المشكله بتاعت المخلفات تزيد، وبالتالي شبرا من اعلى المناطق برضو في الكثافات السكانيه، هنشوف ده بعد كده. دي الماب بتاعت شبرا، هي موجوده على النيل وحواليها كلها في خط قطر موجود. المنطقة اللي اخترناها اسمها الخزندرة، اللي المعمولة عليها الأحمر دي الخزندرة، معروفة ببابا دودو. المنطقة دي اخترناها لأن هي أعلى منطقة في الكثافة السكانية في المنطقة كلها، في شبرا كلها، في الشيخات بتاعت شبرا كلها تحديدا، وأكسسبل ليا برضه. وتالت حاجة إن هي فيها إمكانية قريب منها مدارس كتير، الثلاث مدارس دول مدارس مهنية اللي هم قريبين قوي من المنطقة، وبالتالي ممكن يكون في فرصة إن احنا نزود الوعي بتاع الطلبة ونشغلهم في حاجات زي كده، ونعمل على الروف توبس بتاعتهم حاجات شبه كده. في ثلاث خطوات مش هناك في المستشفى، عملنا كاركترايزيشن عشان نقدر نعرف المنطقة دي خصائصها إيه وخصائصها إيه. على الناحية السكانية خصائصها على الناحية العمرانية، وتاني حاجة عملناها تريسنج للحركة بتاعت المخلفات كلها، وآخر حاجة عملنا سيرفي، عملنا سيرفي للمصادر بتاعت المخلفات العضوية في المنطقة عشان نشوف احنا ممكن نستخدم كل المصادر دي ازاي. بعد المراجعة دي كلها في كل مرحلة منها كنا بنعمل مابنج عشان نقدر نفهم فهم أكتر للموضوع ونشوف ممكن يتحل ازاي. طيب مش عارف ايه كده الفايندنج بتاعت المراحل اللي احنا مشيناها. أول حاجة الكاركترايزيشن، المنطقة دي سكانيا مواصفاتها قريبة جدا من مواصفات القاهرة عموما، لكن في الجزء بتاع الهرم السكاني المنطقة دي فيها نسبة سكان سنهم كبير عالي شوية عن المتوسط بتاع القاهرة. الإديوكيشن ليفلز قريبة
ده ممكن يساعد ان هم يبقى في امكانيه ان احنا نشغل الموضوع بتاع الاورجانيك ويست ده على الاسطح بتاعت البيوت. فدرست الحته بتاعت الكايمو فورس، فهو في نفس النسب برضو بتاعت الناس اللي بتشتغل في الحرف اليدويه نفس نسب القاهره. وبرضو الستات اللي هم معصومين من القوى العامله لكن هم مش بيشتغلوا برضو نفس النسبه، ونسبه 30% من الستات ده نسبه مش قليله يعني في وجهه نظري ان احنا نحاول نستخدمه نستغل النسبه دي في ان احنا نشجع نشر الوعي. الاربن كاركترايزيشن درسنا فيه الارتفاعات بتاعت المباني عشان نقدر نفهم طب الروف توب ممكن يبقى عامل ازاي. فهي المنطقه دي اغلب المباني اللي فيها من 3 لـ5 ادوار وبتعتمد اغلبها على السلالم، وده بيخلي فيه علاقه اكتر بين السكان وبعض اكتر من لما يبقى فيه مصعد في المبنى. وكمان ليهم علاقه بالروف توب، يعني درست كمان الجزء بتاع الروف توب. طب هل الناس دي بتستخدم الروف توب؟ طبعا يبان ان الروف توب فعلا ما بيستخدمش، لكن لو عملنا زوم اكتر هنلاقي بعض الروف توبس بتستخدم استخدامات اقتصاديه كمان، مش بس استخدامات يعني ان هم بيعملوا حاجه للبيت او يطلعوا يرفعوا نفسهم فيه، لا يعني بيت الحمام دي ناس كتير جدا بتستخدمها تربي فيها حمام وتبيعه، في ناس بتربي غنم فوق السطح في المنطقه دي، في ناس بتعمل صوبه كبيره وتربي فيها عصافير زي مزارع عصافير او حاجات زي كده، دي مزارع العصافير اللي مسموعه من الصوت اكتر من الزهره. وفي ناس بتستخدمها استخدام بيتي ان هم بيربوا بط ووز وفراخ ان هم يستخدموها. طيب كمان درسنا الشوارع، الشوارع دي دراسه نتجت من المقابله اللي كانت مع المسؤول في المنطقه بتاعت في المكتب بتاع النظافه في القاهره اللي هم مسؤولين عن جمع المخلفات. قدرنا نعرف منه طب هل الشوارع كلها ينفع انها تسع العربيات بتاعت المخلفات ولا لا؟ فكان اللي بيحصل ان مش كل الشوارع بتسع كل عربيات المخلفات، ودي حاجه هنشوفها بعد كده. الاخضر ده بيسع عربيات اصغر شويه والاصفر بيسع عربيات اكبر. طيب التريسنج بقى بتاع عشان نعمل التريسنج ده عملنا ميتنجز مع الناس اللي زي ما كنت بقول في الناس اللي شغالين في المكتب بتاع هيئه النظافه، ونزلنا الشارع عشان نشوف ايه اللي بيحصل. في طريقتين للجمع، اول طريقه بالكومباكتر تراكس اللي هي العربيات اللي بتضغط الزباله اللي بتجمع من الصناديق اللي هي ما كانتش موجوده قبل كده. الكومباكتر تراكس دي في منها كبير وفي منها صغير. في منها كبير وفي منها صغير، زي ما كنا بنقول دراسه الشوارع قالت انه مش كل الشوارع بيعدي منها الكومباكتر تراكس. وبالتالي العربيه الصغيره بيبقى ليها خط سير غير العربيه الاكبر، لان الشوارع اضيق والصغيره بتلف وتروح المنطقه بتاعت المناوله وترجع تاخد تاني، لكن الكبيره بتاخد الويست وتوديها للمصنع اللي هو في الوفاء والامل، هنشوف ده بعد كده. طيب الجمع السكني هم ابتدوا يحاولوا يحلوا المشكله بتاعت الزباله في الشارع، فابتدت الشركات بتاعت الزباله دي انها تعمل جمع سكني. الجمع السكني في مرحلتين، المرحله الاولانيه العربيه بتلف التيبر تراك دي اللي هي العربيه القلاب، في العربيه بتلف وتاخد المخلفات اللي بتبقى في الكورنرز بتاعت الشوارع وترجع توديها المنطقه بتاعت المناقل، هنشوفها في المبنى بعد كده. والمرحله اللي بعد كده انها تاخد الويست من الناس اللي بتجمع المخلفات في المنطقه نفسها، والمنطقه بتتقسم بالطريقه اللي انا عاملاها دي علشان يبقى سهل على كل واحد بيجمع مخلفات ان هو يجمعها يعدي على كل بيت يومي. كمان شفنا التولز اللي هم بيستخدموها علشان نشوف قد ايه امكانيات احنا بنستخدم نفس التولز نحل بيها، يعني نحاول نحل بيها مشكله المخلفات. طيب التوتال جيمي زي ما كنت بقول لللاند فيل او للمقلب اللي في الوفاء والامل، سوري يعني العربيات التيبر تراك اللي هي
المنارة بتجمع فيها مخلفات بشكل مؤقت، بتعدي عليها العربية اللي هي الكومباكتو تراك الصغيرة والديبر تراك الصغيرة اللي بتاخد من الجمع السكني بتاع العمارة. والعربية الديبر تراك الكبيرة هي بس اللي بتلف في الشوارع الواسعة زي ما قلنا، بتاخد الزبالة دايركت للوفاء والأمل، بتمشي 15 كيلو. والعربية السودة دي هي اللي بتجمع بقى من المقلب اللي هو الموجود في منطقة المناولة لفوق، تنقل للوفاء والأمل. دي رحلة مش قليلة وبتسبب تلوث برضو بالغ جدا على الناس اللي ساكنين في المنطقة دي، ناس كتير جدا بتشتكي من الحكاية. طيب عملنا بس كده للتوتال جيرني زي ما كنا بنقول، لكل عربية من دول بيتعمل لها ليها خط سير بيتعاد كذا مرة في اليوم مش مرة واحدة، وبتقطع تقريبا بعد ما بتروح بقى الوفاء والأمل وتتفرز ويطلعوا منها الأورجانيك ويست اللي هو ينفع أصلا، بتمشي 18 كيلو لو هتروح المصنع بتاع القطامية اللي هي المصانع المعروفة بالنسبة للحكومة القطامية، أو مصنع تاني 15 مية يمشي 40. السيرفي التاني زي ما كنا بنقول إن إحنا عايزين نعرف طيب الريسورس بتاعت الأورجانيك ويست في المنطقة عاملة إزاي؟ فعملت سيرفي لليونتس بتاعت المنطقة، نزلت ورفعت المباني، شفت كل مبنى فيه كام يونت، بدخل من المدخل أشوف كل مبنى فيه كام يونت عشان نقدر نحسب قد إيه اليونتس الموجودة. المباني أغلبها فيها من ستة وثمان وحدات في المبنى الواحد، دي أعلى يعني دي أعلى نسبة. المباني اللي فيها أكثر من 20 و22 قليلة، المباني العالية في المنطقة دي قليلة جدا. طيب بالنسبة للفريش فود ماركس بقى، ما دي ناس برضو بتنتج مخلفات عضوية. نزلت على السوق والنقط اللي هي الستات بيبيعوا فجل وجرجير ومش عارف ايه، عشان اشوف هي ممكن يطلعها قد ايه مخلفات، وكان من الدسكشن بينهم لان مفيش فيه امكانيه ثانيه ان احنا نعمل ده. دي الخريطه اللي طلعت من الريسورسز. في النهايه قدرنا نطلع خريطه كامله للمنطقه بتقول الجنريتد اورجانيك ويست عامل ازاي، سواء من اليونتس او من الاسواق. ده في حال طبقا للارقام بتاعت اللي طالعه من الحكومه، انه لو المنطقه دي الافرج بتاع عدد السكان 3.5 في اليونت الواحده، وبيطلعوا نص كيلو زباله في اليوم كل واحد، نص كيلو اورجانيك ويست. دي النسبه بتاعت الاسواق اللي انا وانا ببتدي اعمل بحث، كان في فكرة ان ممكن يبقى اسواق نسبتها عالية جدا من المنطقة، ما تلاقيش طلعوا كان كويس كتير قوي، بس الحقيقة انها طلع 2% بس من الوجان كويس بتاعنا. طيب التشالنجز بتاع تحقيق فكرة زي كده، في تشالنجز ثقافية، في تشالنجز ليها علاقة بالإدارة بتاعت المخلفات، وكذا نوع من أنواع التحديات عشان نحقق فكرة زي دي. الامكانيات، في امكانيات في المنطقه من وجهه نظري في الروف توبس ان هي يتعمل اعاده تدوير او تستخدم الروف توبس. في امكانيات للستات بتوع البيوت، يعني في ناس كتيره ما بتشتغلش ستات في البيوت. في امكانيات تانيه في استخدام الروف توبس بتاعت المدارس، لان المنطقه دي فيها مدارس كتير جدا. اكوردنج تو بقى يعني في تجربه اتعملت انديولي انا اللي عملتها لمده 3 سنين، كنا بنشوف قد ايه الفرق في الحجم اللي هيطلع له. عملنا فصل بس للمخلفات وعاد تدوير الاورجانيك كويس. فالاول حاجه دي كانت قبل ما نعمل سورتنج، السورتنج بس بيقلل 20% من حجم المخلفات اللي بتتجمع، بس لمجرد ان احنا فصلنا الاورجانيك عن السولت. وطبعا لو قللنا نسبه الاورجانيك هتقل اكتر، وهيبقى الصافي 15% بس اللي هم اللي ممكن ما يتعملوش على تدوير، لانه في الحاله دي السوليد ويست هتبقى نقيه جدا او مهمه جدا للناس لانها طالعه مغسوله، فهتروح دايركت في انها يتعمل لها اعاده تدوير. وبالتالي في بوتنشال ان احنا نقدر نعمل
نقلل كل ده، يعني الدايره الاخضر دي بتاعت البركان كويس انها تقل لو احنا عملنا روف توب كومبوستنج وزرعنا فيه وراح الاكل ده للبيت، لو اتعمل روف توب كومبوستنج وراح للمزارع ورجع تاني للبيت في صوره اكل. والناحيه الثانيه لو السوليد ويست دي كنت بقول انها تبقى جاهزه جدا انها تروح لمصانع اعاده التدوير، فيتبقى بس الكيس الصغير اللي هو ال 15% ده هو اللي هيروح يا اما يتعمل بيه انتاج للطاقه زي ما كنا بنقول في الاول خالص، يا اما هيتدفن وهتبقى نسبه قليله جدا. طيب في تو سيناريوز، لو احنا اخترنا النقط اللي بتنتج من 20 ل 44 كيلو اورجانيك ويست في اليوم، ولو اخترنا اليونتس اللي بتنتج من 12 ل 18 كيلو اورجانيك في اليوم، السيناريو الاولاني زي ما كنا بنقول ان احنا كل مرحله من دول هتقلل في الفوليوم بتاع الويست، وبالتالي هتقلل في solid waste as a resource in essential areas مش بس organic waste as a resource.